له نكهة خاصة، له مميزات، له أول كنا نحترف قبل 10 أيام. أتذكر أولي لما كنا يعني هاللمة وريحة الكعك معبية هالحارة وهالعالم تجي نسوي هالجاي نشرب ناكل هالكعك. يا ابني اولي كنا نعمل 20 كيلو 25 كيلو، هلا بنعمل 5 كيليات 4 كيليات مشان نفرح الاولاد. العيد اولي لما تحتفل فيه وهالمراجيع وهالشيء، حتى الانسان الكبير يعني يفرح قلبه. نشتري كلياتنا اغراض ونشتري شيء، هلا ما عملنا لا ما ينسون وشمرة وحبة سودة ومحلب وسمسم وسمنة وزيت وبعجنه، لما بيخمر وبصير قوامه كويس هيك بكعكه وبخبزه على البرد.